أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج فضاء حر، نناقش فيها الأزمة الخليجية وتداعياتها على الملف اليمني. اليمن التي لم تكن تحتاج إلى أزمة أخرى تدخلها في حسابات خارج سياقها منذ قرابة 3 أعوام، صارت الآن رهينة حسابات أزمة الجوار الخليجي، لتضيف إلى أبعاد الأزمة اليمنية بعدا جديدا لا يقل خطورة عن كل ما سبق. بأبسط الحسابات، فإن ما يحدث داخل البيت الخليجي لم يكن ليمر دون أن يترك أثرا على الملف اليمني، وهذا ما يبدو واضحا بشدة الآن، ولو على سبيل تراجع الاهتمام الدولي وتوقف البحث عن حلول عدا تلك المعدة سلفا، والتي جاءت هذه الأزمة لترفع من أسهمها في سوق التسويات التي اعتادت عليها الساحة اليمنية منذ عقود طويلة. داخل هذا الإطار الذي يبدو محبطا، يدور الكثير من الحديث عن دور الحكومة الشرعية وأدائها الذي سمح بأن يكون الملف اليمني عرضة لإغراءات العبث الذي تقف خلفه أطراف محلية مدعومة خارجيا أو من ذات الأطراف الخارجية مباشرة. الحكومة التي ركنت على العامل الخارجي بقيت ركيكة في أدائها، مشغولة بالهامش، عاجزة عن مواكبة تطلعات اليمنيين في المناطق المحررة على الأقل، فيما بقيت مسألة حسم المواجهة مع سلطة الانقلاب رهنا لمزاج هذا الخارج والخطوط الحمراء الدولية التي لم يكن أي منها حاضرا عند سقوط عاصمة اليمنيين بيد ميليشيا الحوثي والمخلوع، أو لم تلقي لها الميليشيا بالا حينها. جمود شامل إلا من إشارات لترتيبات معروفة مآلاتها تعدها أطراف بات دورها وموقفها واضحا في الملف اليمني، حتى وإن تذرعت بدعم الشرعية في بعض الأحيان. إلى أي حد إذن يمكن أن تؤثر الأزمة الخليجية على الملف اليمني؟ وما هي خيارات السلطة في ظل الأوضاع الراهنة؟ وماذا تبقى من الشرعية في اليمن؟ وما هي الأجندات التي تتقاذف الملف اليمني وإلى أين؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا مع ضيفينا من اسطنبول الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري، ومن القاهرة انضم إلينا وكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك. إلى أي مدى تعتقدان أن الأزمة الخليجية ستؤثر على الملف اليمني؟ والبداية معك سيد الكمالي. حقيقة أنا لا أعتقد أن الأزمة الخليجية أو الموقف الخليجي الأخير إذا صح القول تأثر على الأزمة اليمنية. يعني مشاركة قطر كانت مشاركة محدودة ولم تكن مشاركة مؤثرة بالقدر الكبير. كان التحالف العربي يعتمد على رئيسين وهو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع مشاركة مقدمة من بقية الدول، وأقل هذه المشاركات كانت مشاركة قطر على المستوى العسكري وعلى المستوى حتى السياسي والأمني وعلى مستوى الدعم المباشر للحكومة اليمنية. لا أعتقد أن هذه الأزمة قد تعزز من رغبة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في إنهاء المسألة وإنجاب تراجع عنه. نحن نتحدث في اليمن ليس فقط عن خيار عبثي أو خيار زائد عن الحاجة. موقف المملكة العربية السعودية في اليمن والتحالف العربي موقف مصيري، موقف حماية للأمن القومي العربي وحماية لليمن، التي لا يمكن لأي حد من الأحوال أن يقبل أن تصبح فريسة لإيران أو أن يسيطر عليها طرف غير، وأن لا تكون ولا خارج إطار الأسرة والعائلة العربية والخليجية. نعم، إذن يعني الدكتور حمزة يرى بأنه ربما إذا كان هناك تأثيرات فهي يعني غالبا ستكون تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بالملف اليمني. ماذا عنك أستاذ نبيل؟ أستاذ نبيل يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. طيب إلى أن تحل مشكلة الصوت لدى ضيفنا أستاذ نبيل البكيري، سأعود إليك أستاذ حمزة. يعني كيف يعني تعتقد بأن هذه الأزمة يمكن أن تلقي بظلالها على اليمن؟ يعني كيف يمكن أن يكون تفكك التحالف العربي الذي أنشئ لأجل إسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية في البلد يكون إيجابياً فيما يتعلق بهذا الملف؟
الاتحاد العربي لم يتفكك ابدا، التحالف العربي موجود ويعمل بكل جهده العسكري والسياسي والاقتصادي والاغاثي والانساني في اليمن ولم يتوقف ابدا. اذا ما قرات الخريطه على الارض ترى ان العمل مستمر في جميع الجبهات بلا استثناء، جبهه الساحل الغربي، في جبهه نيم، في العمل العسكري مستمر وموجود، وهناك دعم مستمر من الحكومه الشرعيه من قبل الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه وفي الامارات العربيه المتحده، بالاضافه الى دوله الكويت التي تقوم بجهد اللتان تقومان بجهد كبير جدا، وهناك دعم من الاشقاء في جمهوريه مصر العربيه والاشقاء في الاردن، وجميع الدول المشاركه في التحالف العربي تقوم بدور ايجابي، لكن انا اتحدث عن الضلعين الرئيسين وهما التي المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده، الدعم مستمر واخرها المكرمه التي قدمها الملك سلمان بن عبد العزيز لشهداء اليمنيين المشاركين في عاصمه الحزم، وايضا الدعم على مستوى الدعم رواتب العسكريين الذي تم طرحه قبل المملكه العربيه السعوديه قبل 5 أشهر، بالاضافه الى الدعم المباشر للحكومه في الاعمال تطبيع الاوضاع على مستوى الدعم في مستوى الكهرباء، الدعم على مستوى الخدمات العامه، على مستوى القطاع الصحي، وايضا حتى لا ننسى نقول ان هناك يقول ان التحالف العربي توقف عن عمل اللفته الانسانيه الكبيره من سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي قام بتحويل مبلغ تقريبا 67 مليون دولار ل التي تسبب بها الإهمال الصحي للميليشيا الإنقلابية في مناطقهم والتي أثرت بشكل رئيسي على صنعاء وعمران وبقية المناطق. نتحدث ونقول بأن هذه الأزمة لم تؤثر وليس لها التأثير الذي يتحدث عنه البعض، الأوضاع بالنسبة للتحالف العربي مستمرة، وأيضا التعاون والتفاهم مع الحكومة الشرعية في المضي في سبيل استعادة الدولة على أعلى مستوى ولم يؤثر بالطريقة التي يحاول أن يصورها البعض. نعم، سنعود إلى هذه التفاصيل فيما يتعلق بمستوى أداء التحالف العربي، لكن يعني عاد إلى الأمين القدير الأستاذ نبيل، كنا نتحدث عن مدى تأثير الأزمة الخليجية على الملف اليمني، كيف تنظر إليها؟ في حقيقة الأمر إذا كان هناك ارتباك وفشل كبير في أداء التحالف العربي قبل الأزمة الخليجية، فما بالنا اليوم وهناك مواجهة سياسية دبلوماسية إعلامية عالية المستوى بين أطراف التحالف العربي وبين أطراف ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي. نحن أمام أزمة حقيقية، أزمة عميقة في بنية هذا المنظومة السياسية الممثلة بمجلس التعاون الخليجي، ونحن نتأثر سلبا وإيجابا بكل الذي يحصل بين الأشقاء في الخليج، وأيضا هذا الانعكاس لا شك أنه سيكون انعكاس خطير، وخاصة إذا ما رأينا أداء ومستوى أداء الشرعية في المناطق المحررة، وهو الأداء الذي يتضارب وأيضا على حساب أداء الحكومة من خلال ازدواجية أداء هذه الحكومة مع الميليشيات التي يتم تدريبها خارج سياق السيادة الشرعية والسيادة الوطنية، ممثلة بالحزام الأمني، ممثلة أيضا بما يسمى بالعصبة الحضرمية. كل هذه الميليشيات هي أيضا جزء من ارتدادات الأزمة الخليجية، وأيضا ما يسمى أيضا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، هذا المجلس الذي يمثل واحد من انعكاسات الأزمة الخليجية التي كانت قبل انفجارها في 5 أيلول الحالي، أما اليوم فقد صارت واقعا ولها انعكاسات سيئة على مسار المعركة في اليمن. نتمنى أن يتم أن يحل هذا الخلاف الخليجي وحتى لا يكون علينا انعكاسا سيئا فيما يتعلق باستعادة الشرعية في اليمن، لأنه كل ذلك يقود إلى مسارات وأزمات تقربنا من المسار السياسي الذي يتم الإعداد له من خلال الحديث عن فشل التسوية الاستعادة العسكرية للدولة والذهاب إلى سيناريوهات الحل السياسي، والحل السياسي الذي يعني تغليب أحد أطراف التحالف العربي في فرض رؤية سياسية معينة يتم بموجبها استعادة النظام السابق. نعم أستاذ نبيل، هناك أيضا من يرى بأنه هذه الأزمة يعني ليست فقط يمكن أن تلقي بظلالها سلبا على اليمن، وإنما شرارتها هي تأتي من اليمن وتحديدا من الملف الجنوبي، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ هل يمكن فعلا تكون القضية الجنوبية والتطورات التي حدثت في الجنوب هي الشرارة التي فجرت هذه الأزمة، وهل يعني هذا الموقف انتصار الرؤية الإماراتية في الملف اليمني؟ أنا أذكر أن أنا كتبت مبكرا قبل أكثر من عام، كتبت عن هذه الإشكالية، عن التناقض الإماراتي في اليمن، وتحدثت على أن هناك أجندات خارج الطاولة أو بمعنى آخر تحت الطاولة. هذه الأجندات تمثلت ببناء مؤسسات عسكرية أقرب إلى ميليشيات ليس لها أي سياق شرعي وأي سند قانوني يستند إلى الشرعية اليمنية، وبالتالي هذا البناء المؤسسي أو البناء الميليشيوي خارج إطار مؤسسات الدولة كان يمثل
في حقيقة الأمر تأسيس لهذه المرحلة التي وصلنا إليها، هذه المرحلة التي أدت أيضا لتضارب أجندات ليس فقط على مستوى تضارب الأجندات القطرية الإماراتية، إنما تضارب الأجندات السعودية الإماراتية، وبالتالي نحن أمام إشكالية بنيوية خطيرة فيما يتعلق بمسار وتأثيرات الأزمة الخليجية على المسار اليمني. هذا المسار الذي أنا باعتقادي أنه سيكون له ارتدادات سيئة إذا ما تجاوز الإخوة الخليجيون هذا المأزق الذي وقعوا فيه من خلال الصراع المعلن والدائر حتى الآن. ما هو أسوأ ما تتوقع فيما يتعلق بهذه الأزمة لليمن أو على اليمن؟ بالنسبة لنا كيمنيين أنا باعتقادي لن يكون هناك أخطر مما مر. نحن أمام يعني لم يعد لدى اليمنيين شيء ممكن أن يخسروه بعد الذي حصل في 21 سبتمبر أيلول 2014، وبالتالي كل ما يتم الآن هي ارتدادات وهي يعني فقاعات على هامش الأزمة الكبيرة، وبالتالي أنا باعتقادي سيكون الارتداد الخطير ليس فقط على الداخل اليمني، الارتداد الخطير والأكبر هو على المحيط الإقليمي والدولي، المحيط الإقليمي الذي سيتأثر سلبا وإيجابا بكل ما سيتحقق في اليمن. بمعنى آخر أنا باعتقادي اليوم أنه وصلنا إلى نقطة إيجابية فيما يتعلق بمصير المنطقة، ما سيتحدد في اليمن هو سيحدد مصير هذه المنطقة سواء سلبا أو إيجابا، حربا أو سلما، تفتتا أو انقساما، وحدة أو قوة. نحن أمام مصير حقيقي للمنطقة، هذا المنطقة محكومة بالذي سيتحقق على الرقعة الجغرافية الممتدة المسمى بالجمهورية اليمنية. بالتالي الإخوة الخليجيين عليهم أن ينتظروا هذه النتائج ويستعدوا للدخول في معمعة الدوام التي تنتظرهم في حال تضاربت الأجندات وفي حال ما سار مخطط الانقسام ومخطط تشتيت اليمن وعودة أو بمعنى آخر ظهور أجندات الثورة المضادة في الحالة اليمنية كما هو الحال في الحالة المصرية أو الليبية أو غيرها. نعم أستاذ نبيل، المستجدات الأخيرة التي حدثت في عدن والتي منها الحديث عن إخراج القوات العسكرية من العاصمة الانتقالية عدن، والتي تستهدف أكثر ما تستهدف القوات التابعة للرئيس، هذه إضافة للمواقف المناقضة للشرعية أو لقرارات الرئيس هذه من قبل المجلس الانتقالي، كيف تقرأها ضمن هذه المستجدات أو ضمن هذه الأزمة الخليجية؟ كما ذكرت سابقا كان هذا الاشتغال ليس فقط من هذه المرحلة أو من هذه اللحظة، هذا الاشتغال تم منذ انسحاب أو بمعنى آخر خروج الميليشيات الانقلابية من عدن والمناطق الجنوبية، تم هناك بناء مؤسسات أو بمعنى وحدات أمنية خارج إطار المؤسسة الرسمية للدولة، وبالتالي اليوم الذي يحصل في عدن فيما يتعلق بالألوية الحماية الرئاسية فيما يتعلق ببعض الوحدات الأمنية التي تتبع الجيش الوطني، كل هذا الذي يتم الاشتغال عليه هو مرحلة أو نوع من التمكين لمرحلة ما بعد التسوية السياسية، وهي التسوية السياسية التي ربما يرى البعض أنه سيتم الذهاب إلى مربع أو إلى انقسام، مرحلة الذهاب إلى مرحلة الفيدرالية بإقليمين وبعد ذلك الذهاب إلى الانفصال تاليا، كل ذلك كله يتم الترتيب له، خاصة في المرحلة الجنوبية في النطاق الجنوبي يتم إعداد قوات خارج إطار الحكومة، تم يعني عدم عودة الرئاسة ومنعها من العودة ومنع القادة المؤثرين قادة التحرير الذين حرروا المناطق الجنوبية حتى الآن لا يمكن لهم العودة إلى الجنوب إلى المناطق الجنوبية وإلى العاصمة المؤقتة عدن. نحن أمام سيناريو واضح أنا باعتقادي، هذا السيناريو الذي يتم التخطيط له من خلال الحديث أو من خلال بعد ذلك مرحلة الاستقطاب الحاصلة بين طرفي الأزمة الخليجية والذهاب إلى اتهام كل من له علاقة بقطر أو بمعنى آخر كل من أيضا الحديث عن تسويات سياسية. نعم أستاذ نبيل، هناك أيضا ارتفعت بورصة الحديث عن تسويات سياسية وابتعدت يعني أي مبادرات لحل الأزمة اليمنية بطريقة ترضي مطالب الشعب اليمني وتضحياته. يعني سيد حمزة الكمالي، كيف تنظر إلى هذا التراجع، تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي فيما يتعلق بالملف اليمني، والذي يشيء في بعض التحليلات إلى أنه يذهب بنا إلى تسوية سياسية تبعد تماما عن تطلعات اليمنيين وعن الهدف الذي جاء لأجله التحالف؟ أولا دعيني أكون واضح، هناك جهد كبير جدا يتم على المستوى الدبلوماسي والسياسي تقوم به الحكومة والشرعية بشكل عام ممثلة بالوحدة التي تقوم به وزارة الخارجية بقيادة الأستاذ عبد الملك المخلافي. هناك كان عمل كبير جدا تم في الفترة الماضية على مستوى التفاوض مع السيد اسماعيل ودا الشيخ أحمد، هذا العمل
نتج عنه مبادرة تقدم بها السيد إسماعيل ود الشيخ أحمد. هذه المبادرة تنص بشكل واضح على انسحاب الميليشيات من الحديدة وتسليم الضرائب والجمارك من المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم، بالإضافة إلى قيام الدولة بعد أن تقوم الميليشيات بهذه الخطوات بتسليم رواتب المواطنين في هذه المناطق، وهذا الانسحاب في الحديدة سيكون بادرة أو فاتحة لانسحابهم بقية المناطق، بالإضافة إلى الجهد الدبلوماسي الذي تقوم به وزارة الخارجية عبر السفارات، جميع السفارات بلا استثناء، بتعريف الناس بالقضية اليمنية وبسبب الانقلاب وبأسباب الأزمة، الحديث عن تسوية سياسية تتجاوز طموحات وتطلعات الشعب اليمني لا أعتقد أنه منطقي. هذا تخوف مع مشروع من حق الجميع أن يتخوفوا، لكنه لن يحصل ذلك. الشرعية واقع على الأرض لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. وأيضا الحديث عن غياب سلطة الحكومة الشرعية في المناطق المحررة، هذا الحديث غير صحيح. أنا يعني أقول أنه هذا يلام على الإعلام بأنه غير مقترب وغير عارف بالواقع على الأرض. يجب أن ينزل ويعايش الواقع على الأرض في مارب، في عدن، في أبين، في الضالع، في جميع هذه المناطق، ليرى بأم عينه بأن الأوضاع ليست كما تصور في يعني هناك يعني مشكلة في نقل الصورة. يعني الحكومة الشرعية متواجدة في عدن، هم يتحدثون أن الحكومة غير موجودة، رئيس الحكومة والوزراء متواجدين في عدن يقومون بمهامهم على كل المستويات، ليس فقط على المستويات الضرورية والعاجلة بالحرب. يعني إذا ما تحدثت عن قطاع واحد فقط، عن قطاع الصحي، الحكومة على المستوى الصحي تقوم بتوزيع الأمطار لعلاج الكوليرا. سنأتي سيد الكمالي، سنأتي إلى فيما يتعلق بأداء الحكومة الشرعية في عدن. لازلنا الآن في محور تداعيات الأزمة الخليجية على البلد وارتفاع الحديث عن صفقة سياسية ربما محتملة. أن هناك صفقة سياسية، أنا هذا رأيي. أنا لا أعتقد أن هناك صفقة سياسية تطبخ في الليل أو تطبخ خلف الكواليس كما يقال. هناك الحكومة الشرعية واضحة، ما لم يأخذه الحوثي وهو في صنعاء في يناير 2015 عندما كان يسيطر على جميع على صنعاء وعلى عدن وعلى الحاصل عدن ويحاصر تعز، لن يستطيع أن يأخذه الآن. الشرعية لم تعد ضعيفة، الحكومة لم تعد ضعيفة مثل ما كانت بالسابق. الحكومة اليوم متواجدة وقوية، وشرعيتها لا تستمد فقط من الدعم الدولي والمشروعية القانونية. الشرعية اليوم متواجدة على الأرض وهي واقع لا يمكن تجاوزه. والحوثيون يعني أنا أتمنى أن نقرأ. لماذا إذا لا يعد الرئيس هادي إلى عدن طالما الأمور بهذه الإيجابية سيد؟ الحكومة متواجدة في عدن، والرئيس كان قبل فترة في عدن، والوزراء في عدن، والجميع ونائب الرئيس في مارب، والجميع متواجدون. أنا أتحدث عن أنه هناك عمل. لماذا إذا لا يستطيع المحافظ أن يذهب إلى مقر عمله في عدن؟ المحافظ متواجد في مقر عمله، المحافظ يزور كل المناطق. نعم المحافظ طيب. يزور كل المناطق، المحافظ يقوم بزيارات ميدانية لكل المناطق في عدن، محافظ أبين يزاول مهام، محافظ الضالع كذلك قبل أيام الرئيس. نعم لكن لا يستطيع يعني الذهاب إلى مقر السلطة المحلية في عدن التي لا زالت بيد الميليشيات أو الجماعة الخارجة على القانون التي صدر بحقها قرارات يعني إزاحة. أتحول إليك أستاذ نبيل البكيري، الحديث أيضا عن صفقة سياسية برؤية إماراتية، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح أو فرصه في يعني أن يفرض نفسه في الواقع خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن هناك حديث لتهيئة نفسية للرأي العام نحو هذا الاتجاه؟ صحيح هناك يتم الحديث عن صفقة سياسية، لكن في حقيقة الأمر أنا باعتقادي أن هذه الصفقة السياسية لن يكتب لها النجاح، لأن صفقة لا تتطلب مع أدنى متطلبات ولا تتوائم مع أدنى متطلبات الشعب اليمني، فضلا على أنها صفقة سياسية يتم إعدادها من خلال الحديث عن فشل عسكري، فيما الفشل العسكري غير موجود على الأرض. هناك تقدم وهناك انتصارات للقوات الشرعية بغض النظر عن حالة المراوحة في نفس السياق وفي نفس الجبهات، لكن أنا باعتقادي موقف الشرعية فعلا قوي، لكن الإشكالية تكمن أن هناك فشل في الأداء. هناك فشل في الأداء. أنا عندما يتحدث السيد حمزة أنه كل الحكومة موجودة، أنا باعتقادي أنه ليست كل الحكومة موجودة في عدن. هناك السيد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد من دغروة، بعض مستشاريه وطاقمه، بينما معظم الوزراء موجودين في القاهرة، ومن ضمنهم الأخ حمزة موجود في القاهرة، ومن ضمن أيضا كل الوزراء متواجدين خارج، إما في الرياض أو عمان أو القاهرة. فيما في حقيقة الأمر الحكومة موجودة في إطار معسكر أو في إطار قصر المعاشيق، أما فيما يتعلق بأدائها وفعاليتها على الأرض أنا باعتقادي غير موجودة نظرا للازدواج الموجود في أداء هذه الميليشيات مع الحكومة الشرعية. وبالتالي حتى لا نخدع المواطن اليمني ونقول له أن الأمور طيبة، أنا باعتقادي هناك فشل كبير موجود في أداء الحكومة في هذه المرحلة.
هناك فشل يتعلق في الخدمات، فشل يتعلق في أزمة الرواتب، فشل يتعلق أيضا في حتى على المستوى الدبلوماسي والسياسي هناك فشل أيضا. لم نستطيع حتى الآن أن نقدم رؤية واضحة للعالم حول مسار الأزمة في اليمن، وحول أن الحكومة الشرعية قادرة على أن تتعاطى، على أن حكومة شرعية لها مسؤوليات، هذه المسؤوليات تلمسها المواطن البسيط، يلمسها الموظف. نعم. يعني نحن هذه أيضا جزئية سنخوض فيها تفصيلا أستاذ نبيل، لكن قبل أن نتحدث عن تضارب وجهات النظر داخل يعني داخل منظومة الشرعية، هناك طرح أيضا بأن هناك تضارب في وجهات النظر داخل منظومة التحالف العربي وتحديدا بين دولتي الإمارات والسعودية. سيد حمزة الكمالي، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح، وأي رؤية هي التي ستفرض نفسها على الأرض في اليمن؟ لا يوجد أي تضارب في وجهات النظر بين قيادة التحالف العربي أبدا ولا الشرعية، هذا كلام غير صحيح. هناك اختلاف في بعض الأساليب في يعني تطبيق بعض الامور، وهذا الاختلاف طبيعي. يعني نحن لسنا يعني نحن هذا التحالف مكون من اكثر من دوله، وهناك وجهات نظر، لكن هناك اتفاق كامل وشامل على المرجعيات الثلاث الممثله للمبادره الخليجيه، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وعلى القرار 2216. الحديث عن انه هذا يعني انه هناك طرف من التحالف يعمل ضد التحالف، هذا الحديث غير صحيح تماما لنكون واقعيين. يعني هناك للاسف حمله اعلاميه تقاد ضد بعض دول التحالف العربي وعلى راسها الامارات، الامارات متواجده على الارض تقاتل وتقدم الدعم في المستوى الخدماتي في عدن، تقدم الدعم على مستوى القطاع الصحي، وقبل فتره حتى نكون واضحين قدمت محطه كهرباء لمدينه البخاع التي هي تتبع مدينه تعز، القوات الاماراتيه والقوات السعوديه التي تدير العمليات، بينما المقاتلون اغلبهم يمنيون متواجده معنا على الارض وتقاتل، والحديث عن انها اليمنيين هذا الحديث غير منطقي وحديث مجرد نوع من المكايده الاعلاميه وغير صحيح ابدا. هناك يعني انا اذا كيف تفسر سيد حمزه الكمالي، كيف تفسر مواقف الامارات مثلا من جماعات خارجه عن الشرعيه ودعمها بالخطاب الاعلامي ودعمها عسكريا مقابل تلكؤها في انجاز معركه تعز مثلا؟ هل هذه الاهداف التي جاءت لاجلها التحالف؟ دعيني اكمل كلامي. هناك دعم من التحالف العربي يصل الى المقاومه في تعز، المعركه تعز لها ظروفها الخاصه وهي ليست بسيطه لانهم حاصروا على اكثر من جهه، لكن ساتحدث وانا اطلب انه يعني نتمنى ان يتم انجاز معركه تعز. انا ساعلق على كلمه قالها الاخ نبيل بوكريق، انا متواجد في القاهره، انا اتي للقاهره منذ ثلاثه ايام، وهذا الاسبوع عائد الى عدن. يعني انا في كل رمضان وانا اداوم في وزاره الشباب والرياضه، وغيري من الوزراء يداومون في وزاراتهم ويقومون بمهامهم. الكلام ان الوزاره ان الحكومه غير متواجده غير صحيح تماما، وان الحكومه لا تنزل محصوره في معاشي غير صحيح ابدا، وهذا كلام يستخدمه يعني مروجو الانقلاب، وهذا يعني الكلام عاري عن الصحه. ما يتعلق بما تسمى بالقوات الخارجه عن اطار الشرعيه او الخارجه عن اطار الحكومه، هناك واقع افرزته الحرب، هذا الواقع لا يمكن معالجته في يوم وليله، هناك قوات انشئت لا يمكن تجاوزها، والرئيس تحدث عن دمج هذه القوات تحت اطار الشرعيه، ونحن نعلم جيدا بانه لا يمكن لاي احد ان يفرض علينا واقعا اقوى مننا. الشرعيه اليوم كما قلت لا يمكن، التحالف العربي متفق مع الشرعيه على شيء معين، لا يمكن لاي دوله ان تاتي وتفرض علينا واقعا رغما عن انفسنا، كان الحوثي يمتلك كل شيء كما قلت سابقا، كل شيء، لكنه لم يستطيع ان ينهي الشرعيه لنفسه ليحكم بها البلاد، وكون مجلس سماه باللجنه الثوريه التي فشلت فشلا ذريعا، ومن ثم هذا المجلس السياسي المشوه المريض الذي كونه الحوثيين وصالح، بينما صالح الان اصبح مجرد ضحيه يدوس عليها الحوثيين في صنعاء ولا يستطيع ان يحرك ساكنا. انا قلت بوضوح بان هناك بعض المشاكل، هذه المشاكل تحل، وهناك لجنه ثلاثيه شكلت من الحكومه الشرعيه. سيد حمزه، اذا ما اعتبرنا ما تقوله يعني دقيقا فيما يتعلق بان هذا واقع افرزته الحرب، مساله تشكل بعض الجماعات المتطرفه او الجماعات الخارجه عن القانون، لماذا اذا التحالف العربي او بعض دول التحالف العربي تدعم وتعزز هذا الحضور لهذه الجماعات يعني عوضا عن ان تعمل على دمج هذه الجماعات ضمن الجيش او منظومه الجيش الوطني؟ هناك ترتيبات دمج جميع القوات، وانا لا، وهي ليست جماعات متطرفه كما يتصور البعض. يعني الحزام الامني قام بمهام كبيره بالاضافه الى اداره مكافحه الارهاب في عدن في محاربه الارهاب، ومن ينكر ذلك ولا يقرا الواقع، تم ملاحقه الارهابيين في جميع المناطق التي كانوا يتواجدون فيها، وقلت نسبه العمليات الارهابيه على الاقل الى الربع اذا لم يكن اقل من ذلك. هناك عمل يتم في مجال مكافحه الارهاب، من ينكر ذلك لا يقرا الواقع، هناك عمل يتم، هناك جهود تقوم بهذا. ماذا اذا عن الملف الحقوقي؟ ملف الانتهاكات الحقوقيه فيما يتعلق بالحزام الامني وقوات النخبه في حضرموت؟
تم تشكيل لجنه من قبل الحكومه الشرعيه للنظر في هذه الانتهاكات. انا اقول اننا لن ننكر ولن نقول نعم، نحن نقول بانه المنظمات الحقوقيه التي لها رغبه في معرفه ما يدور على الارض فلتنزل على الارض. اين هم الاعلاميين؟ اين هم المنظمات الحقوقيه؟ اما الاكتفاء بتقرير تم اعداده من خارج اليمن، وانا اعرف من قام بهذا التقرير ومن كان خلف هذا التقرير، وهذا والشخص الذي قام بهذا التقرير طلب مقابلتي وجلست معه قبل ان يقوم بالتقرير وقلت له بالواضح اذا اردت ان تعمل شيء فلتنزل على الارض، اما ان تستخدم هذا التقرير الخيالي الغير واقعي. نعم. يعني هو يتحدث بالتقرير عن سجون في البحر وهذا الامر غير منطقي، نحن لا نمتلك سجون على الارض، لا نمتلك ميزانيه كافيه حتى هذه اللحظه بسبب الحرب لعمل سجون على الارض، فكيف سنعمل سجون بالبحر؟ سيد نبيل البكيري، هل تعتقد فعلا بان الامر على هذا النحو من الايجابيه؟ ويعني يعني انا اقول ان الجميع فليزور عدن، من نعم. يشك في الامر فليزور عدن ويزور مارب. طيب سيد حمزه، احنا يوميا لدينا مكتب في عدن ولدينا تقارير يوميا تاتي من عدن تتحدث عن مشاكل كبيره، عن انعدام تام لمعظم الخدمات في عدن، عن مشاكل امنيه كبيره، عن ايضا غياب للسلطه في عدن. استاذ حمزه، استاذ نبيل، ماذا تبقى من الشرعيه الان وما هي الخيارات المتبقيه لها خاصه في المناطق التي المحرره التي ينبغي ان تقدم فيها شرعيه النموذج الجيد، يعني فضلا عن المناطق التي لم تحرر بعد؟ في يد الشرعيه الكثير ان تعمله، يكفي انها الشرعيه التي تمثل اليمنيين، ويكفي انها الشرعيه التي يعترف فيها المجتمع الدولي، هذا في حد ذاته قوه كبيره في ان تعمل، وان ممكن ان تتدارك الكثير من الامور. انا باعتقادي لا زال امام الشرعيه الكثير ان تنجزه، ولا زال في امكانها ان تنجز الاشياء الكثيره على كل المستويات. لكن كما قلت لك ان هناك تضارب في الاجندات التي انعكست على مسيره على اداء الشرعيه في المناطق المحرره من خلال وجود اجهزه امنيه وميليشيويه تعمل خارج اطار الدستور والقانون وخارج اطار اراده الشرعيه اليمنيه، وبالتالي هذه الاراده تصطدم بهذه الارادات الميليشيويه الموجوده على الارض، ما يؤدي الى هذا الفشل الموجود على المستوى الامني، على المستوى الصحي، على المستوى التعليمي الخدماتي، وبالتالي نحن امام حاله ازدواج حقيقيه فيما يتعلق بالمناطق المحرره. هناك طرف يدفع بالامور الى افشال الشرعيه امام المجتمع الدولي، مما يسهل بعد ذلك فرض رؤيه سياسيه معينه للخروج بالمازق اليمني او بما سيسميه بالفشل اليمني. انا باعتقادي انه بيد الشرعيه الكثير ان تعمله في هذه المرحله، بيدها شانها معترف بها دوليا، بيدها انه اليمني لا يعترف الا بهذه الشرعيه التي تمثله، وبالتالي عليها حقوق كبيره يجب ان تؤديها في هذه المرحله. واليمنيين كلهم صفا واحدا خلف هذه الشرعيه، لكن للاسف هناك استمرار في الفشل، هناك استماته في الفشل من قبل الشرعيه من خلال هذا الاداء الرتيب، من خلال هذا الهروب عن تحمل المسؤوليه في هذه المرحله. كل وزرائنا هاربون في الخارج، لا يمتلكون مكاتب خدمة اداره الموضع في الداخل، يتهربون من التواجد في العاصمه عدن والتواجد في مارب، كلهم متواجدين خارج اليمن منذ اشهر، وبالتالي هذا الفشل الكبير بدرجة رئيسية تتحمله شخوص هذه الوزارات وشخوص من يتحملون هذه المسؤولية في أن يثبتوا أنفسهم في هذه المرحلة والعودة إلى الداخل وإدارة الملفات، كل يدير الملف المخصص والمكلف به حتى نخرج من هذا المأزق الموجود اليوم، الذي يستفيد منه الإنقلابيون وتستفيد منه بعض الأطراف التي تعمل من أجل إفشال الشرعية والذهاب بعد ذلك للمجتمع الدولي للحديث على أن الشرعية غير قادرة على إنجاز مهمتها في الداخل. نعم، إذن يعني سيد حمزة الكمالي، هناك عدم حسم للمعركة العسكرية، أيضا هناك فشل في الملف الاقتصادي، هناك أيضا فشل سياسي في الأداء السياسي في تعزيز حضور الدولة والشرعية في البلد، ضعف في تقديم الخدمات للناس. هذا الفشل وهذه المجموعة من المشاكل التي يتآكل فيها الشرعية يوما بعد آخر وتزيد من دائرة الإحباط بالنسبة لليمنيين، ألا تعتقد بأنها تضرب الشرعية؟ والآن أستاذ نبيل يقول أن هناك أطراف تدفع بهذا الاتجاه وتدعم بهذا الاتجاه وتنشره بشكل إعلامي بشكل كبير لتضعف أيضا جبهة الشرعية. أولا يعني أنا الحديث عن فشل هذا مصطلح كبير، مصطلح الفشل يعني أنا ما أدري ماذا كيف تقيمون انتم الفشل بالنسبة لكم، لكن أنا أقول أنه نقيم دكتور حمزة نقيم الفشل بناء على ما تحقق من الأهداف. أنا أقول بشكل واضح أن احنا في معركة في حرب لن تتوقف، لن تنتهي الحرب بعد، ما زلنا نقاتل الانقلابيين في المناطق التي يتواجدون فيها، وهذا الأمر يعلم جميعا أننا لسنا في أوضاع عادية ونحن في أوضاع استثنائية، هناك عمل يقوم يعني على
اقل تقدير، على اقل تقدير بقت شبكه الصرف الصحي في عدن لسنوات، وتم يعني قريبا فقط عن طريق الدكتور احمد عبيد الدغل بالتوجيه بصرف 3 مليار و150 مليون ريال لانشاء لاعاده تهيئه شبكه الصرف الصحي في عدن التي تبلغ 20 كيلومتر. تم صرف ايضا مستحقات الطلاب التي كانت توقفت في وقت الحوثيين لمده 8 أشهر او 9 أشهر كامله، ايضا تم التوقف عن صرف المستحقات الدبلوماسيه وتم اعاده صرف المستحقات الدبلوماسيه. سيد حمزه، هل تعتقد بان صرف الرواتب بعد توقفها لتسعه اشهر وسته اشهر بعد ان يعني يذهب الموظفون الحكوميين للتسول في الشوارع، هل تعتبره انجاز او تعتبر بان المكرمه الملكيه التي تحدثت عنها قبل قليل هذا هو الانجاز الذي جاء لاجله التحالف الذي تتباهى به الحكومه الان؟ انا لا اتحدث، انا المكرمه الملكيه شان، وانا اتحدث عن صرف رواتب. هناك رواتب تصل بشكل مستمر الى الطلاب والى الدبلوماسيين، وايضا هناك تصرف للقطاعات المدنيه وتصرف، يعني نحن قبل اشهر من قبل يعني حوالي اقل من شهر من الان تم صرف 56 مليار ريال مرتبات الجيش لشهرين كاملين، بالاضافه الى صرف مرتبات المنقطعين من الجيش وصرف مرتبات المتقاعدين وصرف مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها الشرعيه، واكدنا بانه اذا قام سيد الكمالي، هل تعتقد بان صرف المرتبات بعد انقطاعها لاشهر طويله هي كارثه بحد ذاتها وليس انجاز؟ اي يعني ان نبقيها منقطعه هذا هو الصح؟ يعني المنطق يقول ذلك. نحن نتحدث عن انه راتب المواطن هو حقه وليس مكرمه او منا من الحكومه، لكن انا اتحدث عن وضع استثنائي، اتحدث عن انه بنك كان هناك في خزائنه 6 مليار دولار، لم يبقى منه الا 700 مليون دولار، من يتحدث يعني من اين تاتي الاموال؟ الشرعيه اليوم اعادت الحمد لله والحكومه الشرعيه اعادت انتاج النفط عبر المناطق المحرره، والان ستقوم بتصدير النفط من المناطق الاخرى، هناك التزامات، هناك سهل جدا الحديث والانتقاد، لكن عندما ياتي تاتي اللحظه للالتزام تصبح الامور صعبه، ليس بالامكان ان تصرف رواتب كل المناطق، ليس بالامكان ان تواجه الازمه الاقتصاديه الحاده عند غير الموظفين، اكثر من 1.5 مليون شخص يعملون في الاعمال اليوميه، توقفت جميع هذه الاعمال بسبب نعم الانقلاب. طيب سيد نبيل بكيري، هل تعتقد فعلا بان التحالف عاجز عن يعني سداد رواتب الموظفين في اليمن وهو الذي خاض هذه المعركة بكل كلفتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية على يعني على 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 مستوى كبير جدا، وهناك أيضا من يقول بأنه كل هذه المشاكل والتعثر في الأداء بالنسبة للحكومة لا تتحملها الحكومة وإنما يتحملها التحالف الذي يعد المحرك الرئيسي لكل خطوة تقوم به الحكومة الآن؟ لكي نكون واضحين أمام اليمنيين جميعا في هذه المرحلة، نقول أنه مسألة الرواتب هذه مسألة جوهرية ومركزية فيما يتعلق بمعركة الشرعية اليوم، وأن هذه الرواتب هي من رواتب من عائدات النفط اليمني، وهي رواتب يمنية لا علاقة للتحالف بها لا من قريب ولا من بعيد. هذه الرواتب تأتي من عائدات النفط، من عائدات الغاز، من عائدات الجمارك، من عائدات، وبالتالي هذه أموال يمنية تأتي، لكن الكارثة تكمن أنه هذه الأموال لم يتم تحصيلها بطريقة منهجية وبطريقة مؤسساتية، وبالتالي صعب تجميعها طوال الفترة الماضية، لكن أيضا هذا لا يسمح بالحديث عن مسألة تأخير الرواتب كل هذا الوقت. ولازال أيضا من المفارقات الغريبة أنه لازال هناك أيضا قطاعات طويلة وكبيرة لم يتم تسديد كل رواتبها، كل ما تم هنالك هي رواتب شهر أو شهرين، وبعض هذه المناطق بعض مناطق مكاتب التربية ومكاتب الصحة ومكاتب الخدمية في المحافظات لم تصل هذه الرواتب، هي وصلت إلى معظم القطاعات لكن هناك قطاعات أيضا لم تتسلم رواتبها حتى الآن. وبالتالي أنا باعتقادي أنه نتمنى أن تستمر حلول هذه المشكلة، وأن يتم أيضا لا يكون الإنجاز ينظر لهذا الإنجاز على الإنجاز من خلال صرف رواتب البعثات الدبلوماسية والوزراء الموجودين في الخارج. أنا باعتقادي أنه هذا نوع من الفساد والعبث الذي يجب أن تسأل عليه الحكومة. أنا معني برواتب الموظف الذي يذهب إلى المدرسة دون صبوح، ويذهب إلى المدرسة دون مواصلات، ويذهب إلى المدرسة وهو جائع وهو مريض بالكوليرا، هذه الرواتب يجب أن تصل إلى هؤلاء الناس المستحقين لها. أما الوزراء والدبلوماسيين أنا باعتقادي فهم عايشين في بحبوحة من العيش، ولا داعي الحديث على أنهم استلموا رواتبهم من عدمها. نعم، ماذا عن مسؤولية التحالف العربي لهذا يعني حول هذا التعثر الحاصل؟ التحالف العربي لا شك أنه يتحمل مسؤوليته، لكن المسؤولية الكبيرة فيما يتعلق بالتحالف العربي وفي ما يتعلق بالملف العسكري. الملف العسكري هو ملف بيد التحالف، لا علاقة الحكومة الشرعية به إلا من خلال وجودها كغطاء لهذا التدخل. أما من حيث
كل مؤسسات أو كل ملفات العمل العسكري هي قائمة ومتوقفة بيد التحالف العربي، وهو يحركها متى ما أراد. وبالتالي هذا الخلل الكبير الذي أدى إلى تأخر الحسم في كثير من المعارك. كنا نقول ونصيح منذ البداية، نحن شركاء في هذه المعركة، ولسنا كيمنيين تابعين لأي طرف، نحن شركاء في هذه المعركة، ويجب أن يكون لنا كلمة قوية وكلمة مسموعة، وهناك علاقات ندية بين. إذن أنت تعتقد بأن تأخر الحسم العسكري عائد لقرار التحالف العربي وليس للحكومة اليمنية؟ لا شك أنه جزء كبير جدا من هذه المعركة محكومة بحسابات التحالف العربي. نعم سيد حمزة الكمالي، يعني هناك من يتمسك بشرعية وما زال لا زال يؤمل بعودة الدولة، ربما يتحمل كثير من المشاكل المتعلقة بالخدمات وبالوضع الاقتصادي والإنساني، لكن إذا ما كان هناك من تحرك فيما يتعلق بالمسار العسكري، لماذا نرى بأن هذا الملف العسكري توقف تماما منذ ما يقارب العام تقريبا أو أكثر، لا جديد فيما يتعلق بالحسم العسكري، يعني كيف تفسر ذلك؟ اولا دعينا نتفق على النقطه السابقه بان هناك جهد يتم في مستوى الخدمات، هذا الجهد تقوم به الحكومه في ظل اوضاع استثنائيه. نحن استلمنا بنك بدون ايرادات، استلمنا بنك ب 700 مليون دولار يكفي فقط للحفاظ على العملة في اليمن وللحفاظ على العمله من الانهيار. اذا ما انهارت العمله فينهار الاقتصاد اليمني بشكل كامل وسيموت الناس جوعا. الحديث عن عدم صرف المرتبات للمناطق المحرره غير صحيح، هناك كان مشكله. طيب سيد حمزه، تجاوزنا موضوع الخدمات وهو الامر، يعني هذا امر يمكن اخفاءه لانه يعني معروف ومنشور على وسائل الاعلام بشكل يومي، وضع الخدمات ووضع الناس في المحافظات المحرره وغير المحرره. نتحدث الان عن الحسم العسكري، لماذا تاخر بهذا الشكل؟ توقف من هذه النقطه فقط. هناك 581 مليار ريال ضرائب وجمارك سنويه يستلمها الحوثيون والسلطات الانقلابيه في مناطقها، وهناك اتفاق تقدم به السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد، اذا ما تم تسمين هذه الضرائب والجمارك الى الحكومه الشرعيه او كما يقال الى اللجنه التي سيتم تشكيلها، ستقوم الحكومه بصرف الرواتب لجميع المناطق اليمنيه بلا استثناء. نعم، هل سيسلمها الحوثي طواعيه؟ يعني هل تنتظرون الحوثي ان ياتي ليقول لكم تفضلوا الضرائب؟ هناك جهد يتم على المستوى السياسي يقوم به السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد، الذي نحن ندعم جهوده، والذي بالمناسبه يعني لم يستطع الحوثيين تغييره عندما اعلنوا انه تم تغييره، بخصوص العمل العسكري، هناك عمل عسكري كما اقول ان هناك كلفه مدنيه دائما للعمل العسكري، هناك حرص من الحكومه الشرعيه ومن خلف التحالف العربي على الحفاظ على دماء المدنيين، المساله ليست بهذه السهوله، الحوثيين يتمترسون بالعاصمه صنعاء ولا يهتموا، يعني عندما دخل اقتحم الحوثيين العاصمه كما تحدثت في اول حديثك لم يكن هناك حديث عن خطوط حمراء، الحوثيين لم يكونوا يكترثوا بشيء، لا يكترثوا للدماء اليمنيين ولا يكترثوا بالحاله، عندها حتى انه الوضع الحالي الان الاعلام للاسف لا يتحدث عن الوضع في المناطق التي فيها الحوثيين، سنتين ونصف لا يوجد ولو ساعه واحده من الكهرباء في صنعاء، الكوليرا والامراض والاوبئه والمشاكل منتشره في مناطق الحوثيين. لكن الا ترى بان الكلفه الانسانيه سيد الكمالي، الا ترى بان الكلفه الانسانيه لتاخر انجاز المعركة هي أكثر بكثير من الحسم العسكري؟ معك تماما بهذه النقطة، لكن أنا كما قلت سابقا بأن الحوثيون دخلوا صنعاء بتواطؤ دولي، هذا التواطؤ الدولي أراد أن يوقف تحرك التحالف العربي، ونحن نعلم جيدا بأن تدخل التحالف العربي في اليمن كان حاسم ومهم في الحفاظ على اليمن وعلى عروبته وعلى هويته وعلى دولته، لذلك الحديث عن أنه هذا العمل، يعني من لا يريد، يعني هل يتصور أحد أن التحالف العربي لا يريد الحسم أو أن الحكومة لا تريد الحسم؟ بالعكس، نحن نريد الحسم اليوم قبل غدا، نريد أن تنتهي هذه الأزمة وأن تعود الدولة بشكل كامل وأن ينتهي الانقلاب، لكن هناك ظروف وهناك عمل، وأنا أقول بصراحة هناك عمل يتم في الساحل الغربي لا يسمع عنه أحد ولا ينقله الإعلام ولا يجب أن ينقل للإعلام، هناك عمل على مستوى التمشيط الساحل الغربي في محيط معسكر خالد، في أيضا في المنطقة قريب من الخوخة والمخا، وهذا العمل يتم بشكل يومي، هناك معارك تتم في ميدي، هناك معارك تتم في، لكن يعني عندنا نتحدث بقليل من الشفافيه سيد الكمال، يعني اي معارك على الساحل الغربي، هذه معارك حسمت قبل اشهر طويله وتوقفت عند ذلك المستوى، تعز على بعد كيلومترات بسيطه من هذه المعركه، لماذا لا يتم تحرير تعز؟ لماذا لا يتم انجاز معركه صنعاء؟ لماذا هذا التباطؤ في انجاز المعركه العسكريه؟ اليست المخا جزء من تعز؟ نعم، اليست المخا جزء من تعز؟ هناك من كان يتحدث سابقا ويقول بأن المعارك توقفت عند الشطر الجنوبي كما يقولون، وهذا كلام غير صحيح، هناك معارك تتم وهناك دعم مستمر بالسلاح وبالمعاشات
وبالرواتب وبالذخيره للمقاومه وللجيش الوطني، للجيش الوطني بصح القول، والى المقاومه للعمل على التحرير. وهناك دعم، هذا الاسناد لم يتوقف، ونحن نعلم جيدا الاسناد البري والجوي متواجد ولم يتوقف، وغير منطقي ان يتوقف. نحن نتحدث ونقول بانه حسم المعركه في سعد يجب ان يكون باليات عسكريه ثقيله تستطيع ان تكتسح الحوثيين. المهم اليوم ليس تحرير الطريق كما يقولون، المهم هو فك الحصار عن تعز، وفك الحصار عن تعز معناته قطع الامداد كامل عن الحوثيين، وهذا العمل يتم عبر معارك. وهذا العمل ما لم يتم، ما لم يتم سيد حمزه الكمالي. نعم، هذا لم يتم منذ قرابه 3 أعوام، لم يرفع الحصار عن تعز ولم تنجز معركه تعز، بل توقفت الاليات العسكريه على حدود تعز. سيد نبيل البكيري، سؤال اخير، اين ترى ان الملف اليمني يقف الان وسط هذه العواصف السياسيه الكبيره التي تحيط به؟ لا شك أنها مرحلة صعبة ومعقدة، وانعكاسات ما يجري في الخليج العربي سيكون انعكاساتها سلبية وسيئة على الملف اليمني، ونخشى أن تظل الأزمة الخليجية حاضرة حتى يتم اختفاء الملف اليمني وتصبح القضية اليمنية قضية منسية. لكن نأمل من الأشقاء في الخليج سرعة الحوار والتفاهم الوصول إلى مخرج لهذه الأزمة الخليجية، الأزمة التي ستؤدي إلى ضياع الخليج وضياع المنطقة كلها في يد المشروع الإيراني والمخططات الأمريكية التي تريد دفع المنطقة إلى حروب لا تنتهي، كما هو الحال في العراق وسوريا وليبيا وغيرها من المناطق. أنا أمل ذلك. سيد نبيل البكيري، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول. كما أشكر جزيل الشكر سيد حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معنا من القاهرة. كما أشكركم أعزائي المشاهدين، في الأخير تقبلوا تحياتي وتحية منتج البرنامج كمال حيدرة. نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.